Designers, مفروض they only create, but here in Egypt, they have to worry about everything else but creation. Marketing, shooting, modeling, photography, delivery, returns, exchanges. خلاص, a designer, they lose their creativity. My name is Hilda Louca. I'm the founder and CEO of Mitcha.com. I help them in that I give them all the ecosystem. أنا اللي by provided for the shoppers. The shoppers ما يعرفوش أصلاً local designers بتاعهم. هيعرفوهم منين؟ لو حد عارف local designer معين بيفتحه على Instagram. بس غير كده they cannot find them. And even if they find them in local boutiques, بيحصل إيه؟ ممنوع يرجعوا, ممنوع يعملوا exchange. Let me tell you the story of فرح. أمنيتها طول حياتها إن هي تبقى creative, إن هي تنتج, إن هي ترسم, كل ده. دخلت fashion school في لندن, invested all her money in it. أول لما رجعت كان كلها passion وعاطفة, وكانت هتموت عايزة تيجي تعمل her first بقى local label. ابتدت تعمله وحطته على انستغرام. Inspired her design by the desert, الصحراء بتاعتنا, و inspired her design by the nice fabrics. It was a lovely collection, inspired by كل الحاجات المصرية. She put it on her Instagram وابتدى السيلز يجي. علشان توفر, قررت فرح ان هي توصل حاجتها بنفسها للكاستمرز. بس بعد شوية it was crazy. بقت تاخد بالها من الشوتينج, بقت تاخد بالها من المودلز, بقت تصرف فلوس كتيرة جدا, وهي أصلا she wanted only to create and she needs to take care of her customers, she needs to take care of كمان تعمل delivery وتعمل exchange وتعمل return. خلاص she lost her creativity لغاية ما حد قال لها طب ما تجربي Mitcha. We welcomed her, we decided ان هي اوكي فرح انت ما عليكيش غير ان انت you design, you only need to design all what we did, احنا اللي هنعمله. We needed to do your e-commerce shooting, عملنا لها الماركتينج, اخترنا لها المودلز, كمان اخدنا الكولكشن بتاعتها we mixed it with other designers collections, يعني حطينا لها الحلق, حطينا لها الجزمة, عملنا a complete look in Mitcha. السيلز عالت جدا. فرح ما بقتش مهتمه بقى بالريتيرنز والاكسشينجز والاوردرز توصل ولا لا, ويا ترى ده هيعرف يدفع بالكريدت كارد ولا لا. وي توك كير اوف اول ذات. ورفع فرح رجعت تاني تو هير ستوديو تو كرييت. ومش كمان بس كده, هي سابت الانستجرام بتاعتها بتبيع عليه, عملت هير ويب سايت, بس كمان زودت الاودينس بتاعتها باي سيلينج اون ميتش. في زينه. زينه بقى از انذر كايند اوف بيرسون. شيز ا يونج وركينج مام, بيزي جدا, بتحب تشتري حاجات من الهاي ستريت براندز, بس ساعات كده بتحب تاخد بيتس اند بيسز من لوكال ديزاينرز تزودهم على الكولكشن بتاعها اللي هي لابساه. بس ده برضو بيتطلب منها انها تقعد تدور على البوتيكس اللي بتبيع لوكال ديزاينرز, وهم ما بيعملوش ريتيرن واكسشينج, ففي الاخر بتزهق وبتشتري تاني من هاي ستريت براندز. لغايه ما اكتشفت Mitcha, اكتشفت ان احنا عندنا, هي عارفه 5 ديزاينرز, احنا عندنا على فكره 150 او 200 ديزاينر. She didn't know that they exist اصلا. She now shops from her home, easy to navigate platform. She shops her local designers, وكمان she is guaranteed quality, لان احنا we offer exchange and return. في اي حاجه هي مش عاجباها تقدر ترجعها. Imagine بقى ان احنا عملنا Mitcha دي في كل الريجن. Let's close our eyes and imagine Mitcha not only supporting local designers in Egypt, but Mitcha is in the region showcasing all the region designers for the world. Imagine.